مستبعقا شوف تيفي وسهلا، مرحبا بكم معنا في الدردشه الليليه وفي هذه الجوله عبر الشوارع الحمراء والبيضاء. الفراغ ثم الفراغ هو شعار الشوارع الحمراء والبيضاء. قولوا لنا انتم كيفاش دايره الاجواء في المدن ديالكم هاد الليله؟ مباشره من تطوان في حاله الغاء حاله الطوارئ والعوده للحياه الطبيعيه، شنو اول حاجه غديروا او غتسافروا او اي مدينه او دوله او بعد الغاء ان شاء الله حالة الطوارئ؟ ما لاش كافيه، نتمنى وصادقين انه في الايام المقبله تم الغاء حالة الطوارئ والعوده للحياه الطبيعيه، ولكن بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم. اول حاجه بعد الحجر الصحي والعوده عوده للحياه الطبيعيه كما كانت سابقا قبل كورونا، شنو عاد ديروا؟ ونشوفوا شكون اللي قصر معنا واللي حضر معنا في هذه الليله، اكثر مدن واكثر دول بالنسبه للجاليه المغربيه اللي حاضرين معنا. مباشره من تطوان مع معتكف في دردشه ليليه وجوله عبر الشوارع الحمراء والبيضاء. اول حاجه بعد العوده للحياه الطبيعيه، شكون اللي عاد يسافر؟ اش من مدينه؟ اش من دوله؟ الحمد لله الان لاحظنا ان عدد كبير ديال الرحلات الجويه في اتجاه تركيا، وهذه الحمد لله انه انتعشت الحركه كما قلت السياحيه بطريقه مهمه. نتمنوا ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل. وحنا معكم في هذا البث المباشر متتبعينا، حنا معكم في هذا البث المباشر، نتمنوا بالفعل ترجع كما قلت الحياه الطبيعيه. اذا بين الحمام اول واحد عاد يمشي ان الحمام، غنطلب سد الله يا لاله والله يديك نجي نزور تطوان مرحبا. اذا متناول طالع على القرد علينا. اذا دائما متتبعين احنا معكم في هذا الدردشه، بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم، شنو اول حاجه عاد ديروا بعد ما ترجع الحياه الطبيعيه؟ نتمنوا بالفعل السفر، لان كما قلت الحمد لله الامور بدات. ايوب كيقول بغيت نمشي للحمام. صلاه على رسول الله، صلاه اللهم صل عليك يا رسول الله. طبعا كاين بزاف حال تناول، باش نكون واضحين كاين بزاف الناس حال تناول، ماشي مشكل. فتح الحدود، فتح المساجد، عوده التوقيت العادي ان شاء الله. طبعا كاين الناس اللي عاد تسافر سواء داخل الوطن او خارج الوطن. الان تنشوفوا انه عدد كبير ديال المغاربه طبعا مشاو لتركيا في اطار زياره، نطلبوا الله الخير. وكاين ناس كاين رحلات الان على مستوى الكوستا ديال سول كما تنقولوا. نتمنوا ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل. اذا دردشه مع الحباب عبر الشوارع الحمراء والبيضاء، هذه الاجواء ديال تطوان الليليه. طبعا بعد ما ترجع الحياه الطبيعيه نمشي لاسبانيا، يقول عمر الله يوصلك على خير اخويا. نمشي للحمام، بصحتكم الحمام فاتي ان شاء الله الحريه، نمشيو للحمام بعدا تقول لطيفه. طبعا 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 الحمام ما يمشيش كلشي في وقت واحد، عاود رجعوا ديروا استعمال الزمن، نسقوا مع بعضياتكم عبر لي جروب وكذا، وترجع المياه المجاريه، لان انا مشى كلشي للحمام راه الله يحفظ ما الله يستر. نحاولوا نديروا واحد لومبلو، واحد استعمال الزمن ديال الحمام باش تكون الامور ايجابيه ان شاء الله. اذا مباشره من تطوان متتبعينا، بعد الغاء حالة إلغاء الحالة الطوارئ والعودة للحياة الطبيعية، شنو أول حاجة ديروا؟ فال ديال الخير إن شاء الله في هذه الجولة وفي هذه الدردشة الليلية مع الحباب. أكيد إن شاء الله ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل بما لا شك فيه، مع الانخفاض الكبير والمهم اللي عرفته اللي عرفوا المغرب الحمد لله في هذه الأيام الأخيرة. نتمنوا ان شاء الله صادقين ان ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، هذا هو الاهم. اذا دردشه مع الحباب عبر شوارع المدينه، كما كتلاحظوا الدنيا خاويه، الفراغ، نمشي نخدم في العراسات مرحبا. طبعا نسينا العراسات والنشاط، لان عدد كبير ديال المغاربه كما قلت ينتظروا العوده للحياه الطبيعيه. نتمنى وإن شاء الله ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل، هذا هو الأهم. إذا دائما متتبعين احنا معكم في هذه الدردشة عبر الشوارع الحمراء والبيضاء، هذه الأجواء ديال تطوان، دنيا خاوية، الفراغ، نمشيو للحمام. كلشي مقلق، كلشي خصو يمشي للحمام. مرة كاملة يمشي للحمام، ديروا له كورونا في الحمام وتخرجوا، الله يحفظ، الله يهديكم. الحمام يمشي في استعمال الزمان، حتى
تركيا ان شاء الله. طبعا تركيا هذا وقتها، لان احسن وقت ديال تركيا هو هذه البدايه ديال النهايه ديال شهر 9. وشهر 10 كذلك تحضرش. المهم على واحد الجو باقي صافي وجميل وكذا، يعني الانسان كيستمتع اكثر من داك الشتاء والثلج والبرد وكذا. على العموم نتمنى كل شيء احمق على الحمام. اوكي هذا يقول طبعوا نطلعوا للجبل ديال بوعنان، ونتمنى كذلك حتى الساعه الاضافيه انها تلغى، هذا هو الاهم. هيا كاين اللي خصو يغادر التراب الوطني. اذا انا دائما متسبرين احنا معكم في هذا الدردشه عبر الشوارع الحمراء البيضاء ديال الاجواء الليليه، ولاحظوا انه كاين تدخل امني هنا في هذه المنطقه. لاحظوا سيارات ديال الامن اللي حصل تؤدي الواجب الوطني كما تنقولوا هنا في هذه المدارس. اذا انا دائما متسبعين كنشوف تبع احنا معكم في هذا البث المباشر. لاحظوا تدخل ديال السلطات الامنيه، مراقبه لاصقه في هذه اللحظات. بالنسبه للمدارات كما كتلاحظوا معنا انه اللي خرج بدون سبب ما كاين الله يعطيك الصحه كما كتلاحظوا، يعني السلطات الامنيه حاضره بقوه هنا في هذه المنطقه وفي مجموعه ديال المدارات، يعني انزل امني قوي في هذه اللحظات كما كتلاحظوا متسبعينا. يعني عدد كبير ديال السيارات اللي واقفين على الجنبات ديال الطريق، 1 2 3 4 5 6، يعني عدد كبير ديال السيارات. اذا دائما متسبعين كنشوف تيفي احنا معكم في هذا البث المباشر عبر الشوارع الحمراء البيضاء، انتم كتلاحظوا شنو اللي واقع، يعني عدد كبير ديال السيارات كما كتلاحظوا. السلطات الامنيه متسبعين كنشوف تيفي احنا معكم في هذا البث المباشر هنا من مدارات طابوله، يعني بالنسبه للمخالفين كما كتلاحظوا يعني عدد كبير ديال السيارات. لاحظوا المداره، يعني عدد كبير ديال السيارات كما كتلاحظوا معنا هنا اللي خارق القانون ديال الطوارئ تيتم التوقيف ديالو. اذا كما لاحظتوا معنا هنا من تطوان في هذه اللحظات. اذا نرجعوا للموضوع كورونا ديال الصح. وعليكم السلام، بدر في تاويل الخير امين. اذا بعد العوده للحياه الطبيعيه في حاله الالغاء حاله الطوارئ والعوده للحاله الطبيعيه، شنو اول حاجه غدير؟ كاين اللي تيقول فتحوا لنا سبتة، سبتاوي ملياردير. وانت ملياردير جداك اخويا شي سبتة تحاول ما تحاول، انت راك سبتاوي وملياردير داير نفس السمية. بصحتك اسيدي، الله يسهل عليك. اذا متسبعين احنا معكم في هذه الجولة الليلية عبر الشوارع الحمراء البيضاء من حي طابولة، وكما شفتوا في المدارة ديال طابولة وجميع المدارات، يعني في هذه اللحظات كاين انزال امني لضبط المخالفات بدون سبب، يعني الخروج بدون سبب. اذا متسبعين دائما احنا معكم في هذا البث المباشر هنا من تطوان في هذه الجوله الليليه، نطلب الله ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل. بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم متسبعين. ملي ترجع الحياه الطبيعيه وتلغى يتم الغاء الحاله ديال الطوارئ، اول حاجه غديروا؟ كاين اللي تيقول الحمام، اللي تيقول السفر، كاين اللي تيقول الرياضة، كاين اللي يقول يصبح ناعس، يصبح ناعس ديك النهار باش ما فيه مي، كما تنقولوا مي يتحرك. إذا دائما متسبعين كنشوف تيفي احنا معكم في هذا البث المباشر جولة عبر شوارع الحمراء البيضاء ديال الأجواء الليلية ديال تطوان. سوسو غادي نخرج 24 ساعة وما غادي نرجعش للدار. أي 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 هذا باغي يدير إذا من تطوان دائما لاحظوا الأجواء الليلية، غادي نمشي نخدمو على راسنا. مرحبا مساء النور من زاوية الشيخ بني ملال، تحية للناس ديال بني ملال. وعليكم السلام، واش غادي نرجعوا الوقت العادي؟ نطلبوا الله بما لا شك فيه غادي نرجع الوقت العادي، ما تبقاش تسعود ترجع، يعني الأمور عاد كما تنقولوا عاد كبير الطوال، ممكن ترجع ل 11 ممكن ترجع ل 12. لهم بغينا ترجع للحياه الطبيعيه. للتذكير ان بعض المدن مثل تطوان كيسالي بكري، لان تطوان من المدن المغربيه اللي كتسالي بكري وسط المدينه. ناس صافي 8 9
العشرة ديال الليل كل شيء شدود كل شيء تيصفر. يعني نتمنوا أنه تلغى حالة الطوارئ بعدها وترجع الحياة الطبيعية، نتعاش الحركة الاقتصادية السياحية هذا هو الأهم، ونتمنوا الخير هذا هو الأهم، لأن دائما متسبين احنا معكم في الدردشة عبر شوارع الحرم البيضاء في اتجاه مدارة بالما بلانكا. لاحظوا الأجواء الليلية هنا في تطوان في هذه اللحظات، قولوا لنا من كتابعونا. مرحبا انا حداك اجي تعشى، الله يعطيك الخير سي سبتاوي الملياردير. شكرا لك من بالوما بلانكا من الحمام البيضاء، تحيه فاسيه للناس ديال تطوان. مرحبا، تحيه لكل المتابعين مع العاصمه العلميه فاس، الله يفرجها على الجميع يا ربي امين العالمين. خدموا خدمتنا. مرحبا، اذا من ساحه الحمامه بلاصه بالوما، انتم كتلاحظوا الاجواء طبعا الفراغ ثم الفراغ متسبعين. نتمنى ترجع الحياة. نصلي ركعتين شكرا لله. يقول طريق مرحبا، طبعا 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 طبعا، نتمنى ان شاء الله ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل، تنتعش الحركة الاقتصادية السياحية وترجع المياه المجارية، لان بالفعل كبير ديال المواطنين الكل تينتظر العودة للحياة الطبيعية. هي الناس ديال الفنيدق، لا الفنيدق راه تراج، يعني تراج بانه غادي تكون شي عوده ديال شي بعض الشباب وكذا، ولكن امور عاديه. دابا عاد قبل ما نطلق المباشر كنت محطه ديال التاكسيات ديال الفنيدق، طلعوا السيارة ديال الاجره فيهم بعض الشباب صغار، تراج بانه غادي يعملوا شي قفزه نوعيه او شي حرقه بين قوسين بحال اللي وقع في الشهور الماضيه، ولكن كليله من الفشل ما كاين والو. تحية للناس ديال طنجة عروسة الشمال، تحية لكل المتسبعين الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. كما كتلاحظوا معنا متسبعينا، يعني المدارات كلها تحت المراقبة الأمنية. متسبعينا احنا معكم في هذا البث المباشر، نتمنى بالفعل ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل. إذا دائما متسبعي قناة شوف تيفي احنا معكم في هذا البث المباشر هنا عبر شوارع الحرم البيضاء. كما كتلاحظوا الاجواء الليليه، احنا معكم في هذا البث، احنا معكم في هذا البث المباشر متسبعينا. كما قلت نتمنوا ترجع الحياه الطبيعيه متسبعينا، احنا معكم في هذا البث المباشر، نتمنوا ترجع الحياه الطبيعيه. شكرا اخويا. دارنا دائما المتسبعين احنا معكم في هذا البث المباشر عبر شوارع الحرم البيضاء. كما كتلاحظوا السلطات الامنيه يعني مراقبه الوضع الكبير ديال السيارات اللي تتم توقيفها هنا في هاد الشوارع، الناس اللي خارقه قانون ديال الطوارئ تتم توقيفهم. كاين انزال امني قوي اغلب المدارات، مدخل ديال تطوان في وسط المدينه هنا في الجهه ديال سنيط الرمل المرجان، يعني في اهم المدارات كاين انزال امني كبير. اذا دائما متسبعين احنا معكم في هذه الدردشه الليليه، هذه الاجواء ديال تطوان في هذه اللحظات. لاحظوا الاجواء الليليه، قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش دايره نتوما الاجواء في المناطق ديالكم. طبعا كاين ناس اللي كتخرج للاستثناء، وكاين الناس اللي كتخرج للتساره. اكيد باغي تخرج للتساره دير معاك 300 درهم في السياره باش ملي يوقفوك راسير ديال الشرطه ما عليك الا تخلصها وتمشي تنعس مع راسك. من بعد كنشوف مجموعه ديال الشباب موقفين راسير ديال الشرطه في بعض المدارات، يعني خصك تخلص ما كاينش 300 درهم عاد تخلصها وتمشي تنعس. اذا من تطوان دائما متابعينا الاهم هو الدعوه ديالكم اللي رفع علينا الوباء، نتمنوا ترجع الحياه الطبيعيه، نتمنوا ترجع المياه المجاريها، ونتمنوا ان شاء الله الغاء
السعه الاضافيه، فتح الحدود، المساجد، المقاهي، المطاعم، انتعاش الحركه الاقتصاديه والسياحيه، هذا هو الاهم. اذا متابعينا شكرا لكم، غادي نوصلوا لساحه موري المهدي بلاصه بريمو، غادي نختموا هذا المباشر. نتمنى تكونوا قضيتوا معنا اوقات جميله في هذه الدردشه ديال الشوارع والازقه ديال تطوان. تحية، ألف تحية من مصر، أهلنا في المغرب الحبيب، شكرا لك وشكرا لكل متابعينا من مصر. سعاد واش بصح كيدخلوا الناس؟ لا لا لا. إذا من ساحة العدالة هذه الأجواء الليلية متسابقة، نشوف دابا حنا معكم في هذه الدردشة عبر شوارع المدينة. نتمناو تكونوا بخير وعلى خير، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات. كان معكم معتكف كالعادة من قلب وسط المدينة، شكرا لكم، تصبحوا على خير، إلى اللقاء. ايوب تيقول علاش انت كدوز ما كتخلصش انت زعما؟ حنا خدامين اخويا، ماشي كنتساراو، قلنا كنتساراو، حنا خدامين. انت اللي جالس في الدار متكيه مع راسك، متكي مع راسك، حنا خدامين ما كنتساراوش. ساعه المساريه المساريه في اطار القانون. شكرا لكم، تصبحوا على خير، الى اللقاء.